شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفة رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان شو في جدان؟ ليش اجينا على التراس؟ أنا جبت أكشات لهون لأني عم لاقي صعوبة كبيرة امنع خطط إليشا، بس شو بدي قله؟ فكري جدان فكري، لازم لاقي شي حجة. بشو عم تفكري؟ قليلي ليش جبتيني لهون؟ أكشات؟ بدي قلك شغلة مهمة كتير، بدي اياك تعمل شغلة كرمالي. لو سمحتي، قرري إذا أنت بدك تقولي شي ولا أنت بدك يعني أعمل شي، أنت بس اعتمدي وخبري. أنا بس كان قصدي أنه جدان قولي شو عم تخبي عني؟ بعرف أنه في شي، قليلي. طيب أنا يعني أكشات فيني قلك الحقيقة؟ وأنا هيك عم قلك، قليلي شو صاير؟ طيب اسمعني. إيه أنت بتعرف إنه حفلة مراسم زواج فيكران ذكرتني بحفلة مراسم زواجنا، فكرت إنه أرجع عيش نفس اللحظة. أنت متذكر ما صحت لي الفرصة حتى حط لك معجون الكركم خلال حفلة مراسم زواجنا، وأنت ما حطيت لي معجون الكركم. لهيك أنا أجتني فكرة إنه فينا نعمل هالشي هلأ. تعرفي شغلة جدان؟ لكون صريح، أنا خطرت على بالي هالفكرة. إيه؟ أنا كنت عم فكر بمراسم زواجنا. خليني لحظة، استني دقيقة. أنا ما فكرت إنه بدك تحطي معجون الكركم، تعرفي مو وقتها هلأ. بعدين، شكراً إلك، لازم ننزل لتحت. وين الغلط إذا أنا فكرت حط لك معجون الكركم؟ شو هاد؟ أنا عم حاول كون رومانسية معك وأنت ما بدك، ليش عم تحس بالخجل؟ إيه بس المراسم مو لإلنا، هي لفكران. هيك لكان. لو سمحتي غسلي إيديكي وخلينا ننزل لتحت، الناس عم يستنوا. أكيد بيكونوا عم يسألوا علينا. استنى دقيقة، فهمني شغلة لشوف، من إمتى أنت بهمك شو بيفكروا العالم؟ قصدي إنه لما أنت كنت عم تفتشني مبارح أنت قلت إنه هذا بيتك وأنا مرتك، كان بدك بس تفتشني ما هيك؟ تذكرت؟ أنا بعرف هذا الشيء قدام، بس لكن ليش ما فيني حط لك كركم؟ طيب حاجة تتصرفي مثل الأولاد. يعني وقت أنت بتعمل هيك بتكون رومانسي، أما أنا مثل الأولاد مو؟ جدان رح حط لك المعجون. ليك استني دقيقة، رح حط لك معجون الكركم. لا خلينا ننزل لتحت، فينا نعمل هذا الشيء بعدين. لا ما بدي حط لك معجون الكركم. خلينا ننزل لتحت. تنزل لتحت. شو قصدك جدان؟ شو قصدك إنه ما فيني انزل لتحت؟ شو عم تخبي عني؟ جاوبيني شو عم تخبي عني؟ أنا ما عم خبي شيء عنك، ليش عم تسأل نفس السؤال؟ كان قصدي أقول إنه ما فيك تنزل لتحت لحط لك معجون الكركم. لحظة أكشات، لا تعصب مني، أنا قلت لك أني حابة حط لك معجون الكركم. آسفة كتير، خليني نظف لك يا عن جد آسفة. إذا أنت بدك تحطي معجون الكركم لازم تخلي الباقي يحطولك منه كمان مو؟ لا 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 لا، يلا استنى. يلا قربي، يلا شاطر. ليش لازم أنا أرجع؟ هلأ بلش الجدان. شو هذا اللي عم تقوله؟ لازم انزل. أنا لو ما خلصت دهن المعجون. لا استني. بعد بعد تعالي عني. لهون. لا أكشف، لسه ما شفتي شي. لا أوك بعد خلص أكشف، ما فيك تهربي، تعالي.
تعي تعي. إذا خلصتوا لعب بمعجون الكركم فينا نروح؟ ترجعوا بتكملوا لعب بعدين، إيه؟ لازم تكونوا مع العريس. تعرفوا شغلة؟ فيجرانت هو كان عم يسأل عنكم. أنا بعرف أمي، نحن جايين فوراً، سبقينا ونحن رح نلحقك. كيف بدي أمنع أكشات هلأ؟ بلكي أليشا ناطرته تحت؟ شو لازم أعمل؟ إيه أكشات، فيجرانت أكيد بيكون ناطرك هلأ، نحن لازم ننزل بس شوفوا الشاك عليك كركم، ما رح يروح هيك، لو سمحت غسله، مو هيك ستي؟ أكيد. شفتي؟ أمي وقفت مراسم الزواج تبعنا، خلينا ننزل لتحت لكان، يلا امشي. أنا قدرت خلي خطة أليشا تفشل لهلأ، وخليت أكشات بعيدة عن فيجرانت بهالوقت اللي قضيناه هون، بس هلأ شو بدي أعمل؟ ما بعرف شو ناوية. بتكون فقدت أعصابها لما ما شافت أكشات. يا ترى هالبنت شو في براسها وشو بدها تعمل بعدين؟ بدي أقول لك شي لاكشمي، عندي إحساس إنه غلطنا بخصوص خطة أليشا، مو هي هي الخطة يلي ناوية تعملها. ما بظن إنه قصة قتلها لفيجرانت هي خطتها. قتل فيجرانت مجرد خدعة لتمنعنا نعرف شو ناوية تساوي وتضيعنا عن خطتها الحقيقية. شو؟ إيه لاكشمي؟ أنتِ ليش هيك عم تقولي حماتي؟ قصدي أليشا حاولت تقتل فيجرانت بالخطبة ونحن شفنا بعيوننا، بتتذكري هالشي؟ بس هي ما قتلته، لأنك أنتِ إجيتي ومنعتيها بالوقت المناسب. ما بعرف لاكشمي، أنا ما عم بفهم، بس أنت بتعرفيها هي دائماً بتضل ناوية تعمل شي، ولما هي ما بتعمله بلش شك إنه في شي، وبتصير أفكاري تروح وتجي، وبيجيني إحساس إنه هي ناوية تفاجئنا وتنفذ شي خطة شريرة. أنت لاحظتي شغلة؟ ما تصرفت ولا تصرف غريب من مبارح، وما عملت شي خلينا نشك. هي هديت هلأ لأنه عرفت خطتها. مستحيل كون غلطانة لاكشمي، قلبي وإحساسي عم يقولولي إنه في شي غريب. حماتي إذا قلبك وإحساسك هيك عم يقولولك، وإذا هالخطة مو خطتها الحقيقية، طيب شو عم تخطط؟ جدان كانت مفكرة إنها تهزمني، بس ما بتعرف إني رح أحط خطتي بموضع التنفيذ هلأ ورح أتحكم فيها. انتي مبين عليكي كتير متحمسة للعرس. ليش اجيتي لهون؟ شو؟ هذا بيتي، فيني روح لأي مكان بدي اياه، أكيد ما بدي أخذ إذن منك. اسمعي أليشا، أنا عم كون منيحة معك بس لأنك بنته لأكشات جيندال، وإلا شو؟ عم تهدديني يعني؟ لا تفكري إني ممكن أتصرف بولدنة مثلك. اللي عم بحاول أقوله هو إني عم بإحترمك وأسكت لك لإلك بسبب أبوكي، بس الشي اللي عم تعمليه معي عم تخليني أفقد احترامي إلك وما أعمل أي حساب. لهيك رجاءً بعدي عني وعن فيجرانت وعن عرسنا، تركينا بحالنا. بدك ياني ضل بعيدة عن عرسك وعن فيجرانت كمان؟ انتي بتعرفي شو رأيهم في كبار السن بالعيلة؟ انتي مفكرة انه انا طفلة؟ وانك لما بتصرخي علي او بتزوريني او تخوفيني فيك تمنعيني اعمل اي شيء؟ هالحكي مو صحيح ابدا، لانه انا وقت عصب بعمل الشيء اللي بدي اياه وما حدا فيه يوقفني. فيك تعملي اللي بدك اياه مع اهلك وعيلتك انتي، بس خليكي بعيدة عني وعن عرسي وزوجي. زوجك؟ ليش انتي كتير بريئة؟ انتي ما تزوجتي لسه بس عم تعامليه كأنه زوجك. فيقي وصحصحي شوي. ايه الواقع غير شي. انتي مجنونة شي؟ بلا هالحكي الفاضي. هاد مو حكي فاضي، عم قلك الحقيقة، عم خبرك انك ما رح تتزوجي فيجرانت ابدا. شو؟ ايه بتعرفي فيجرانت مين رح يتزوج بالحقيقة؟ انا. انا رح اتزوجه. شو عم تحكي انتي؟ أليشا، أليشا،
أليشا، شو هاد؟ أليشا، شو هاد اللي عملتي؟ لك أنت مجنونة شي؟ كان لازم نخلص من فيكرانت مو من هاي البنت، ليش خليتيها تفقد الوعي؟ أهلين، هاي خطتي إلي، فيني أعمل اللي بدي إياه وأنت لا تتدخل، عم تفهم؟ استني دقيقة، لا تنسي إنه أنا وأنت بفريق واحد، إيه؟ أنت كأنك جنيتي وفقدتي عقلك على الآخر، ليش هلأ عم تخططي إنك تتزوجي فيكرانت؟ أليشا بدك تجاوبيني، ليلي شو عم تفكري إنك تعملي؟ أليشا قليلي، أنا هلأ بدي أفهم كل شي. شبك كأنك بدك تحاول تلفت انتباه الكل؟ لا تصرخ، اهدى شوي. طيب ليلي يلا، الحكي اللي كنت عم تسمعه كله صحيح. شو؟ أنا رح أتزوج فيكرانت عن جد. أليشا أنت منيحة؟ شو اللي عم تقوليه هلأ؟ الخطة بالأساس كانت إنك تقتليه، شو اللي صار فجأة؟ بس أنا ما خططت إني أقتله، خطتي بس كانت عم حاول اخدع جدان. شو بيقولوا عن هذا الشيء؟ تلهية. ايه كنت عم الهية. الخطة كانت من الاول انه بدي اتزوج فيكرانت. أليشا انا ما عم بفهم الحكي اللي عم تقولي ابدا. انت عن جد بدك تتزوجي هداك الختيار؟ ها؟ أليشا الزواج ما انه مسحة او لعبة اولاد. عن جد؟ انت مقتنع بحكيك؟ اه؟ انا بعرف كل شيء عن حياتك، لهيك لا تعطيني مواعظ. وفوقها كمان بهالوقت الزواج صار مزحة، عن جد جيلي ما عنده اعتبار لهيك شغلات، لهيك سكوت. اسمعي أليشا، أنا عم حذرك ونبهك، هذا الموضوع ما رح يفيدك أبداً. اهدى، أنا بس بتهمني الخطة بارف، ولحتى تنجح خطتي أنا لازم أتزوجه. خطة شو؟ أي خطة؟ أليشا أنت عم تستوعبي؟ أنت عمرك 18 سنة وما عم بفهم كيف زواجك من فيكرانت رح يكون عقاب لأكشات وجودان. عن جد أنا ما عم بفهم. لو كنت أذكى شوي كنت رح تحصل على الجواب اللي بدك إياه. أنا عمري 18 وبكون بنت أكشات جيندال، وشو بيصير إذا تزوجت رفيقه اللي قده بالعمر؟ متخيل شو رح يحس الشيف؟ أول شغلة سمعت عيلة جيندال رح تتشوه وتصير على كل لسان، وهيك الشيف كمان رح يفقد سمعته. تاني شي، ما في أب بالدنيا بده بنته تتزوج زلمة من عمره، ما رح يقدر يتقبلها، وهالشي رح يخليه حزين، وإذا هو كان حزين قدام ما رح تكون مبسوطة. صحيح، لما يشوفوني متزوجة من فيكرانت قدان وأكشات رح يعانوا كل يوم. أمي تعذبت كتير وماتت بسبب قدان، بس شوف بارف، رح خليها تعاني قدة وأكتر. قدان رح تتمنى لو إنها ماتت، رح أكشف حقيقة إنها إنسانة عظيمة. بعدين العالم رح يتعلموا مني كيف الواحد بياخد انتقامه. معناها أنت أخذتي قرارك. إيه. اسمعي أليشا، لآخر مرة أنا عم قلك، طيب زواجك من فيكرانت ضروري كل هالقد؟ قصدي الانتقام كتير ضروري بالنسبة لإلك حتى مستعدة تدمري حياتك؟ لا تتجرأ إنك تحكم على خطتي. أمي كانت بتعني لي كل العالم، هلأ هي راحت وصار الانتقام هو كل شيء. كل همي إني خلي جدان تعاني وخلي باقي حياتها تصير بشعة وسودة، وكرمال هيك مستعدة اتزوج هالختيار، مو هالقصة الكبيرة. بالنسبة لإلك مو كبيرة، بس هو أكشات جندال رح يسمح لك تتزوج رفيقه؟ وليش حتى أكون بحاجة إذنه؟ ورح يكون تأخر الوقت لما هو يعرف شو صار. بعدين هو مو راح تزوج بنت قريبة من عمري؟ ليش أنا ما فيني اتزوج زلمة من عمره؟ فيكرانت، الشيف وجودان رح يكونوا ضحيتي. رح استخدم فيكرانت طعم لأخدع جودان والشيف. تعرفي؟ أنت هلأ تفوقتي علي كتير. قصدي أقول الشي اللي عم تعمليه اسمه أحسن وأفضل مؤامرة بتاريخ الانتقام. هذا الشي اللي عملته جودان وأنت كمان رح تعملي مثله والدمرية. إيه؟ أنا شفقان على العروس، تاني مرة بتواجه هالمصير. الكل رح يفكر إنه هي اللي رح تتزوج فيكرانت، بس بتكوني أنت اللي حاطة الشال. جودان والشيف هنن اللي رح يشهدوا على الزواج، بس لما يكتشفوا اللي صار رح يحسوا قلبهم مكسور، رح ينجرحوا. أنت شفتي أصغر حماية بكل الهند كيف تزوجت؟ بمثل هاي الطريقة. وهلأ موضوع زواج بنتها بنفس الطريقة، هذا الشيء بيكون مسؤوليتي أنا. أنت لازم تركزي على الخطة،
هاي الخطة ممتازة وأنا رح أهتم فيها. أي شكراً. إيه أليشا، أنا اللي لازم أتشكرك. أنت رح توصلي لهدف أنا كنت عم حاول حققه من زمان. إذا احتجتي أي شيء مني اتصلي فيني، رح أنبسط إني ساعدك بهالخطة. أنت ما رح تتوقعي هالشي قدام. هذا الزواج رح يساعدني إني دمر لك حياتك وحياة عيلة جندال مثل ما دمرتولي حياتي. أنت مفكرة حالك ذكية كتير؟ بتحداكي تعرفي شو ناوية أعمل أنا بهالعرس، بس ما رح تقدري تعرفي خطتي للأسف. ما بعرف شو عم يصير، بس اللي بعرفه إنه ما عاد عندي وقت كتير لأكشفها. أنا متأكدة إنها رح تنفذ خطتها خلال العرس، لازم أمنعها من هالشي لاكشمي. حماتي اسمعي، لو سمحتي ما تخافي، هي أنا معك. صح اليوم عرس فيكرانت، بس الضيوف ما رح يهتموا فيه، بس رح يهتموا فيكي أنت وأجي كمان. أنت اهتمي بالتحضيرات وأنا رح كون عم راقب أليشا، إذا شكيت بأي شيء رح خبرك فورا. ما عم بقدر أعرف شو هي الخطة تبعها، بس أنا لازم حاول إمنعها بأي طريقة وإلا. أليشا؟ هي مو بغرفتها، وين راحت؟ وأنا كيف بدي أعرف وينها هلأ منشان راقبها؟ شك حماتي طلع بمحله؟ لا لا، أنا لازم روح خبر حماتي إنه أليشا مانا بغرفتها. أه 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 أه. بعرف؟ أنت شو عم تعمل هون؟ أه؟ شو هالحكي هذا اللي عم تقولي لك شمي؟ أنا زلمة حر وفيني روح وين ما بدي. بعد عن طريق. آسف، ما فيني أعمل هذا الشيء. قلت لك بعد عن طريق. لحظة، ليش هيك أنت متحمسة؟ اسمعي، إذا هلأ بعدت لك أنت رح تسببي للخطة تبع أليشا الخراب الأكيد. انت رح تركضي لعند حماتك جدان وتقلي لها كل الخطه تبعنا، وطبعا مثل العاده حماتك جدان رح تروح كل تعبنا وترمينا اياه على الارض كانه ما عملنا شيء، وانا ما رح اسمح لهالشيء. لو سمحتي فهميني لكشمي، في كتير شغلات بخطر. عندي فكره حلوه، بتبقي هون وبتتمني للعرسان انه يتهنوا. تعرفي شو؟ لحد ما يخلص العرس اللي عم يعملوه تحت انت للاسف لازم تضلي هون، وانا اسف كتير. شو قصدك بهالحكي؟ شو رح تعمل انت؟ اسمع، الشي اللي عم تعمله غلط وانا عم حذرك. شبك لاكشمي، انا زلمه شرير كتير، انا ولدت اصلا لاعمل الغلط. اعملي معي معروف، انتبهي كتير منيح، هالعيله بحاله صدمه ولسه بعد شوي صغيره رح ينصدموا اكثر. شو عم تقول بعرف؟ اللي شو اللي ناوي تعمله؟ لا لاكشمي، هيك رح انزعلك عنصر المفاجاه اذا حكيت لك. اصبري 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 شوي وبتعرفي كل شيء. بس انا باكد لك انه هالعرس هاد ما رح ينتسى ابدا لفتره طويله، ولما يخلص هالعرس رح يكون حديث البلد كلها من كبيرة لصغيرة. فيكي؟ انت ما جهزت لسه؟ مراسم الزواج قربت تبلش، امتى رح تلبس الجاكيت وطاقية العريس؟ العرس ما بيكمل بدونك على فكرة، لازم تنزل لتحت، الكل ناطرينك. شو عم تعمل؟ يلا بسرعة جهز حالك. فيكي، شو؟ مشتاق لمرتك؟ شو عرفك؟ فيكي، أنا بكون رفيقك، بعرف إنه غبنا عن بعض كتير، بس الشي اللي بعرفه ومتأكد منه إنه لساتك بتحبها. مشتاق لها أكتر ما بتتصور. هاي المرة الوحيدة اللي حبيتها، ومع كل شي مريت فيه ما اطلعت على مرة تاني، ولا حتى بعد ما ماتت. ليك أكشات بدياك تقلي أنا عم بغلط لأني عم بتزوج مرة تاني؟ خبرني يا رفيقي، هيك بكون عم خونة لأني رح كون مع غيرها؟ فيكي أنا حاسس إني اهدى. اهدى رجاء، صدقني أنا بعرف تماما بشو عم بتحس، بعرف أنت شو حاسس هلأ بهي اللحظة.
على فكرة من فترة مو كتير بعيدة أنا كنت بنفس وضعك بالضبط. أنا كنت واقع بنفس هي المشكلة، لأني حبيت جدان وبدي أتزوجها. كنت حس إني عم خون أنترا. وجهة نظري الإنسان عنده الحق يعيش حياته، بالواقع لازم تعتبر هذا واجبك. أنا ما عم أقول إنه لازم تنسى مرتك، يلي عم حاول إلك يا أنت إنسان وعندك حق تكمل حياتك. مو غلط إنه يرجع الحب على حياتك مرة تانية فيكي. طلع فيني شوي، من فترة صغيرة كنت علقان بالماضي تبعي واقف عنده، كنت عايش بالماضي والذكريات ما عم بقدر انساها. بعدين جدان دخلت على حياتي، بنت أصغر مني، علمتني كيف أعيش وخلتني أحب الحياة. هي خلتني أكون كتير مبسوط بحياتي وعطتني الشجاعة لحتى أكمل حياتي للآخر. علمتني حب وعيش بالحب، يعني هي يلي عطتني الحياة. كون واثق بحكي فيكي، السعادة يلي دخلتها جدان على حياتي لحد هلأ هي أكبر وأعظم هدف وصلت له بعمري. عم قلك صدقني ما عم تعمل شي غلط. وشغلة تانية، وين ما كانت مرتك هي عم تشوفك، وإذا أنت كنت مبسوط أنت رح تعطيها السعادة. متأكد؟ متأكد 100%. في شغلة تانية. شو؟ أنت هلأ رح تبلش حياة جديدة مع مرتك الجديدة. هي المرة شريك حياتك، عطيها أحسن شي عندك، ما تتنازل عن أي شي. أنت لازم تخلي مرت أخي المستقبلية تكون مبسوطة، وإلا ما رح تعرف وين رح أضربك. أنا بعدك يا أكشات، رح حاول إنه زواجي التاني رح يكون مثال للكل. بعرف، رح أعطي هاي المرة كل مشاعر الحب يلي بقلبي، رح أعمل كل شي لتكون مبسوطة وأعطيها كل حب العالم. أنا بعدك أكشات. شكراً كتير، شكراً على... بعرف شو عم بتحاول تقول، عفواً هذا واجبي. يلا بسرعة هلأ البس الجاكيت، وبعد ما تلبسه مشان ساعدك بلبس الطاقية العريس. ماشي، يلا البس، رح استناك. خليني أطلع. لحظة. شبك لك شمي؟ انت اكيد هلا مصدومه. صدقيني انه هذا كله مو غلطي انا، انا ما عملت شيء، هي كلها كانت خطه اليشا. قولي شو ما بدك، بس هي الخطه رح تخلي الكل ينصدموا وما يقدروا يحكوا اي شيء. عن جد رح يكون منظر حلو لما جدان واكشات يعرفوا انه بنتهم هي عروسه فيجرانت. حلو كتير، على القليلة هلأ انت عرفتي الخطة تبعنا، وإلا ما كنت رح تتحملي هاي الصدمة. هاي كان بدها تساعد جدان، مع أنها هلأ عرفت شو الخطة مو قدرانة تعمل شي. كتير بتزعل، خليتي عيوني تدمع. شي مو معقول، هاي دموع الفرح أكيد. يلا عادي، انتبهي على حالك. ايه راجع. حماتي جدان معها حق، أليشا ما كانت خطتها أنا تقتل فيجرانت. العروس هون فاقدة وعيها، وأليشا رح تقعد محلها. لا، هالشي غلط، مو معقول. شو أعمل؟ كيف بدي خبر حماتي؟ كيف بدي أمنع هالمصيبة تصير؟
كتير. اجيت لهون قلت مشان ساعدك، بس انتي شكلك جهزتي حالك وخلصتي كل شي. ليش انتي حاطة الشال على وشك قبل ما نبلش المراسم؟ ليكون خجلانة مو هيك؟ بتمنى ما اكون عم بزعجك. ماشي. امي بدها ياني غطي كل وشي لتحميني من نظرات الناس. هي كمان بدها ياني التزم بوعد الصمت، ما بدها يصير اي عرقلة او مشاكل بالزواج. انا بعرف انه الشي اللي عملته أليشا مانو صح، هو غلط، بس بأكد لك انه عرسك رح يمرق بسهولة. انا بضمن لك السلام. عكل حال كل الأمور رح تكون تمام، هذا وعد مني. هذا اليوم مميز بالنسبة إلك ولفكرانت. بأكد لك ما رح يكون في أي مشاكل. جدان بتوعدك. يلا أنا رح روح وجهز حالي. وأنا بوعدك إني رح أعمل مشاكل وقت بدي أتزوج هداك الختيار فيكرانت. وبوعدك كمان إنه سمعتك أنت والسيد جيندال رح تتشوه اليوم يا جودان. بأكد لك هالحكي رح يصير. عم بعمل هيك كرمالك يا أمي. بنتك اليوم لابسة فستان العروس لحتى تتزوج هداك الختيار فيكرانت، بس كرمال تنتقم لموتك. جدان والشيف رح يتعذبوا لما يعرفوا إنه أنا العروس تبع فيكرانت يا أمي. حتى لو اضطريت إني اتزوج هالزلمة الختيار، بس أنا بأكد لك إني رح آخذ لك حقك منهم. هذا اليوم رح يتسجل بالتاريخ، ورح يكون هذا اليوم هو اللي انهزمت فيه جدان أكشات جندال، واليوم اللي ما قدرت تعمل فيه أي شيء. شايف إنك رح تفقد عقلك كله لما تشوف مرت أخي قديش حلوة. يلا فيكرانت، وهلأ لازم تتبادلوا طواق الورد، هي مراسم الزواج الأولى. ليش لا؟ يلا خلينا نبلش. كمان؟ شو هالفكرة الحلوة هي جدان؟ بدل ما تنزع خطتي هي وصلتني على حفلة مراسم الزواج. أول شيء العروس بتحطه الورد حوالي رقبة العريس. يلا مبروك. تتهنى. مبروك. يا ترى وين أليشا مختفية؟ يلا منيح، خططها الشريرة ما رح تنجح إذا ما إجت لهون. بس أنا بقلق أكتر لما ما تكون قدام عيوني. شوفي بشو عم تفكري؟ أبداً أكشات، ما عم فكر بشي. ليكون عم تفكري بنفس الشي يلي عم فكر فيه. شو؟ كيف بدي أعرف؟ بضل بفكر كل اليوم بشغلات كتيرة، قصدي أنا ما بقدر حتى أتذكر بشو كنت عم فكر. إيه طيب، لكن كيف بتتذكري إنك كنت عم تفكري بشي؟ انسى الموضوع، قلي بشو كنت عم تفكر؟ شو في شي تاني غير زواجنا؟ هيك لكان. معناته بتقصد بهالحكي
إنه نحن رح نرجع نعمل مراسم الزواج؟ قديش أنا بتمنى. أحياناً بتمنى إنه زواجنا ما صار بهديك الظروف القديمة، يعني منستاهل ظروف أحسن. بس لو زواجنا ما صار بهديك الظروف يا أكشات، ما كنا رح نكون مع بعض، ما هيك؟ هذا الشيء صح، معك كل الحق. لازم تدير بالك عليها. معك حق. شوف رفيقك فيكرانت مبسوط، صديقك المقرب اليوم رح يتزوج بالطريقة اللي بيستاهلها، شي كتير حلو. لكون صريح جداً، بعد التجارب يلي مر فيها فيكرانت هو بيستاهل هذا الشيء. بعرف قديش هو كان حاسس بالوحدة والغربة بعد وفاة مرته، هو كان يحبها كتير، بس هلا عنده حدا يشاركه الحب مثل ما أنا عندي إياكي أنتي، مثل ما الحياة عوضتني لإلي فيكي. بس بتمنى إنه عرس فيكرانت يمر بدون ما يصير أي مشاكل، وبتمنى له من كل قلبي من هلا لباقي عمره هو وشريكة حياته يكونوا سوا. أكشات فيك تجي لهون شوي؟ يلا جاي. أكشات بيتمنى السعادة لفيكرانت، وبنته بالعكس بدها تدمر حياة فيكرانت. لازم دور على أليشا، بدي أفهم شو ناوية تعمل. شو بدك تساوي؟ بعد ما نخلص هاي المراسم منساوي الحفل. بس لحظة قدان، كنت بدي أحكي معك بس شوي. ايه؟ ترتيبات العرس كتير حلوة بصراحة. لا تنسي هذا عرس أقرب صديق لأكشات، هو حضر التجهيزات ليكون كل شي تمام. بيقولوا وراء كل رجل عظيما امرأة، وانتي الوحيدة اللي شجعتي بنتي لتلتزم بالمراسم لحد ما تخلص حفلة العرس. ما رح تشيل الشال ولا رح تحكي بنوم. بنتي قالت لي قديش انتي اهتميتي فيها بشكل منيح، بس حبيت اتشكرك بنتي قدان. وهلأ نادوا لأم العروس وأبوها. قدان الحكيم عم ينادي لنا شوي وبرجع لك. بس أنا شجعتها هالشي، بس هي قالت لي إنه أمها طلبت منها تلتزم بهدول المراسم لآخر الحفلة. ليش هي اللي تكذب علي؟ إذا هذا الزواج بيكمل اليوم رح تصير مصيبة، وأنا لازم أطلع من هون لخبر حماتي قدان عن الخطة الحقيقية. وين ممكن تكون الرسالة؟ هي كاتبة بوضوح إنه أمها اللي طلبت تعمل هالشي، ليش لحتى تكذب؟ لا، في شي مو ظابط، وإذا هي كذبت علي أكيد بده يكون في سبب مهم. بس شو هالسبب؟ رح روح لعندها وأسألها إذا في سبب، وهي أكيد رح تقلي الحقيقة. ليش لحتى تكذب؟ يعني الملاحظة كتبت أليشا مو العروس، ليش لحتى أليشا تعمل هيك؟ مستحيل تعرفي قدان شو ممكن يعمل الطفل أو يطلع معه لحتى ينتقم لموت أمه. كل ما كبر هالانتقام كل ما زادت الشغلات البشعة اللي ممكن يعملها باللي حواليه، وأنا رح أحصل على الشي اللي بدي إياه منكم لما أتزوج هذا الختيار. هالشي اللي عم يصير رح يكون دمارك النهائي يا قدان. لو سمحتوا عدوا خلينا نبلش المراسم. ايه اكيد. استنى شوي حكيم،
أنا بعرف إنه اليوم هو أسعد يوم بحياة فيجرانت لهالسبب بالذات. خلينا ناخد صورة عائلية قبل المراسم. مثل ما بدك. إيه هي فكرة حلوة. هي الصورة رح تكون آخر صورة لفيجرانت وهو زلمة حر، مو هيك؟ لهيك خلينا نحتفظ بهالذكرى الحلوة هي. هاتي من إيدك أمي، خليني ساعدك. هات عمي استنى، هات أنا رح آخذها، أنا أطول واحد وهيك الكل بيبين. إيه فكرة حلوة، خذ. يسلم. طيب خذ الصورة. لو سمحت تعا تصور معنا. يلا الكل تعالوا لهم. لو سمحت تعالوا. يلا يلا قربوا على بعض. الصورة رح تطلع حلوة. لحظة، مرت عمين مستقبلية شيلي الشال عن وشك، بدنا نشوف وشك الحلو بالصورة. يلا صور. شو بدي أعمل؟ إذا عن جد شالت الشال وبين وشها إنه هي أليشا، رح انتهي والخطة رح تفشل. أليشا رح تنكشف أكيد، وما رح يطول أكشات جيندال ليفهم إنه أنا اللي ساعدتها بإنها تكمل الخطة اللي بدها تدمرهم. إيه صح معه حق. مرت أخي، إذا ما ورجيتينا وشك بصورة العيلة ما رح يكون إلا طعمة. إلا أنت. ارفعي الشال شوي، فيكي تنزلي بعد الصورة. إيه بنتي، صار فيكي ترفعي الشال بعد هلأ. شو بدي أقول هلأ؟ حبيبتي، ارفعي الشال شوي عن وشك. أنت كتير حلوة بنتي، ورجينا وشك، فيكي ترجعي تنزلي بعدين. إيه يلا مرت عمي ارفعي مشان نتصور. فاردان؟ استنى شوي. بهيك لحظة حلوة والكل موجودين، ليش لحتى أنت ما تكون معهم؟ أنا بقول إنه خليني أخذ صورة عائلية للكل، مو؟ شبك أنت؟ يلا وقف. لا عادي مو مشكلة، أنت كمان لازم تكون موجود، وقف معه. حبيبي عادي عن جد مو مشكلة، فيني أخذ صورة مع العيلة بعدين بغير وقت. فاردان خليه ياخذ الصورة، الصورة لعائلتنا. تعال تصور معنا انت هون. تعال وقف معنا، يلا يلا. ايه هذا الشيء اللي قصدته. يلا 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 روح. ايه ماشي. كتير منيح انه بارف اجا لينقذني من هالورطة، والا كنا رح ننكشف. سانديا لو سمحت ارفعي الشال، أنا بس بدي ثانية واحدة باخذ الصورة وارجعي نزلي. واحد اثنين ثلاثة خلصنا. مشي الحال، نحن بأمان. بتمنى إنه ما يبلشوا بالمشاكل قبل ما تخلص مراسم الزواج. لما تخلص هاي المراسم جدان ما رح تقدر ترجع بالزمن لورا وتعمل شي. خطتي اللي حطيتها مستحيل تفشل، ولما عقل الصغير لجدان يشك إنه في شي غلط بالموضوع رح يكون تأخر كتير الوقت. يلا خلينا نكمل المراسم، تأخرنا. يلا ماشي. يلا تفضل. أليشا وين هالبنت؟ لاكشمي؟ شو؟ لاكشمي؟ مين عمل هيك فيكي؟ حماتي كان معك حق، أليشا ما كانت ناوية تقتل فيجرانت، هي بس كان بدها تتزوجه. العروس هي أليشا حماتي. ايه طلعي هنيك. امي وينها جدان مختفية؟ رح تجي لهون بعد المراسم؟ رح جيبها، ما بعرف وينها هلا. يلا هلا برجع. هذا يعني إنه الملاحظة والشال ووعد الصمت كلهم خدعة. لا لا لاكشمي، نحن لازم نمنع هالزواج يكمل.
إذا أنت بدك تمنعي الأغلاط إنها تصير قدام، شو رح نعمل نحن؟ يا مرتي العزيزة، أنت كتير قاسية على أختك، ها؟ خليتيها تفقد وعيها، كان لازم تضربي لاكشمي، ما؟ كان عندي فرص قليلة لأذيها من قبل، أنت محظوظ لأني أجيت معك، ما كنت رح تقدر توقفهم لحالك. آه عن جد؟ من هلأ ورايح، بيكون أحسن إذا منخطط ومنعمل كل شي سوا. أنت ما فيكي تمنعي هالزواج من إنه يكمل قدام. بعد إذنك يا مدام. يلا العريس والعروس لازم يوقفوا لنكمل. طيب شو كانت الخطة؟ ها؟ شو قصدك؟ ما في شيء مهم بالقصة، بس أليشا بدها تنتقم لموت أمها، البنت بدها تنتقم ونحن بطريقنا بنستفيد من خططها. يعني أليشا رح تحتاجنا؟ اسمعي، أليشا هلأ بسبب طيشة وتهورة رح تدمر هاي العيلة، وهي بس نحن شو بدنا بهذا الحكي كله؟ ما بهمنا، هي بنت بسيطة ويمكن تكون بنت مجنونة ما بهمها هالشي، بس ما بتعرف إنها عم تغلط وإنه فكرة جودان هي الصح رح تدمر حياتها بزواجها من فيكرانت، وما بتعرف إنه لساتها طفلة. المهم شو ما كان الموضوع، بس نحن شو مستفيدين منه؟ بفيدنا إنه بيدمر ارتباطه. أليشا ممكن تتهور وتغلط، كيف بدنا نتصرف مع أغلاطها وقتها؟ أنت ما تقلقي بخصوص هالموضوع، أليشا مجرد طفلة وقلت لك رح تدمر هالعيلة كلها، أكشات وجودان رح يختلفوا كرمالها هي، وممكن ينفصلوا كمان، شو رأيك؟ اسمعي خلينا ننبسط بنجاحنا، أنت ليش قلقانة كرمال الباقي؟ هي بتنفذ الاتفاق ونحن بنستفيد، هاي القصة. هاد يعني إنه هلأ أنت مفكر؟ أولاً جودان وبنته لأكشات معها رح يوصلوا لهالنقطة بزواجها من فيكرانت؟ معناتها هي نهاية ارتباط جودان وأكشات تماماً. بتمنى أعرف وين ممكن تكون راحت هيك فجأة، هي مانا مهم لهالدرجة، لازم دور. يلا خلينا نخبي جودان وكنتها بشي مكان مشان ما يبينوا، ما بدنا أكشات جندالي لاقيهم بآخر لحظة. يلا يلا جودان. جودان وين بتكون راحت؟ جودان تتذكري يا أمي؟ أنا وأنتي كنا نحكي عن زواجي والحفلة والتحضيرات اللي رح نعملها، وهي إجا هذا اليوم. ما فكرت أبداً إنك ما رح تكوني جنبي بهاليوم اللي كنتي عم تستنيه، حتى ما فكرت أبداً إني رح أتزوج بهالطريقة البشعة كرمال انتقم لموتك. أنا لساتني صغيرة على كل هالشي، بس كل هالشي كرمالك أنتي يا أمي، بسبب الظلم اللي تعرضتي له، وهلأ ما رح أتراجع واستسلم أبداً كرمالك. رح انتقم كرمال العذاب اللي شفتي. شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير، بس